هل تتذكرون تلك اللحظة التي دخلت فيها أمريكا العراق؟ هل تتذكرون ما هو مبرر أمريكا لغزو العراق؟ إنه البرنامج النووي العراقي. هذا البرنامج جعل الجميع متربصا بالمنطقة وخاصة العراق. دفع ثمنه بلاد عربية وكان أحد ضحاياه عالم من علماء الذرة العرب. إنه العالم المصري الكبير يحيى المشد. ولد العالم يحيى المشد في مدينة بنها عام 1932، وتعلم في مدارس مدينة طنطا، وتخرج في قسم الكهرباء بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1952. اختير لبعثة الدكتوراه إلى لندن، لكن العدوان الثلاثي عام 1956 على مصر حوله إلى مدينة موسكو. تزوج وسافر وقضى في موسكو 6 سنوات. عاد عام 1963 متخصصا في هندسة المفاعلات النووية، بينما على الجانب الآخر كان العراق قد بدأ برنامجه النووي بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي عام 1959، وذلك في عهد الرئيس محمد نجيب الربيعي أو الرئيس لجمهورية العراق. ومع تولي حزب البعث الحكم عقب انقلاب تموز 1968 في عهد الرئيس أحمد حسن البكري ونائبه صدام حسين، تم بناء مفاعل بحثي مع عدة منشآت قادرة على إنتاج النظائر المشعة بالقرب من بغداد. كان في هذه الأثناء قد انضم يحيى المشد لهيئة الطاقة النووية المصرية، حيث قام بعمل أبحاث أهلته للسفر للنرويج لعقد ندوات وتبادل الخبرات خلال عام 64 و66، حيث قد قام خلال أحد ندواته بالهجوم على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مما سلط الضوء عليه من قبل اللوبي الصهيوني والموساد بالنرويج، حيث كان قد تحدث عن ضرورة امتلاك العرب لسلاح ردع نووي حتى يكون الميزان متكافئا مع إسرائيل، مما جعل المجال مفتوحا لاتهامه بالعصبية ومعاداة السامية، ليعود بعدها أستاذا مساعدا بجامعة الإسكندرية. وبعد نكسة يونيو عام 1967 تم تجميد البرنامج النووي المصري، مما أدى إلى إيقاف الأبحاث في المجال النووي المصري، وأصبح الوضع أصعب بعد حرب أكتوبر عام 1973، حيث تم تحويل الطاقات المصرية إلى اتجاهات أخرى، ليدفعه ذلك لقبول العرض العراقي للتدريس بجامعة بغداد. كان العراق في هذا التوقيت عام 1975 قد طلب من موسكو بناء محطة نووية متطورة، وذلك بعد زيارة لنائب الرئيس صدام حسين، ولكن اشترط السوفيت أن تكون المحطة تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما قبل بالرفض من جانب العراق. ليتجه العراق خلال نفس العام إلى فرنسا، وكنتيجة لأزمة الطاقة في ذلك الوقت وافقت فرنسا على بيع 72 كيلو من اليورانيوم المشع بدرجة 93%، كما وافقت على بناء محطة نووية دون سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكلفة 3 مليار دولار. وفي عام 1976 اشتري العراق مفاعل نووي وكان معد لأغراض سلمية، إلا أن إسرائيل شكت بدوافع العراق، مما جعلها تضغط على فرنسا للتراجع عن الاتفاق، مما جعلها تقرر تزويد العراق بنوع آخر أقل مما هو مطلوب، لكن العراق رفض تغيير البند. في ذلك التوقيت كانت مصر قد وقعت معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، مما جعلها على خلاف كبير مع الدول العربية وخاصة صدام حسين، كما أن إسرائيل عملت على تخريب النواة الأولى للمشروع العراقي بفرنسا. فتلاقت إرادة صدام حسين مع يحيى المشد الذي كان رافض للاتفاق مع إسرائيل، خاصة بعد عملية بيج ليفت عام 1979، والتي قام الموساد خلالها بتفجير الصناديق العراقية بميناء مارسيليا،
حيث كان من المقرر شحن أجزاء المفاعل لتذهب إلى ميناء البصرة بالعراق، إلا أن 3 رجال من الموساد تسللوا بواسطة عميل لهم داخل المستودع وقاموا بفك بما يسمى قرص العسل أو قلب المفاعل، لكن بعد مرور 40 دقيقة وجدوا صعوبة في عملية فكه ونقله، فما كان إلا نفذوا الخطة البديلة وهي تفجيره. تولت المخابرات الفرنسية التحقيق، واعتذر رئيس الحكومة الفرنسي استمرار التعاون النووي مع العراق. بعد أن عرض عليه العراق إصلاح الفرن النووي الذي تم تدميره، وقام الدكتور يحيى المشد بإصلاح الفرن وأشرف على عملية نقله من المخازن الفرنسية إلى بغداد، وأصبح هو المتحدث الرسمي للبرنامج النووي العراقي، حيث قام بتسهيل مهمة العراق في الحصول على اليورانيوم الذي تحتاجه من ناحية الكمية والنوع الذي كان يطلق عليه الكعك الأصفر. وكان الدكتور يحيى المشد يقوم كل فترة بإرسال كشف باليورانيوم الذي يحتاجه، ويقوم مندوب العراق باستلامه، إلا أنه فأحد المرات أبلغه مندوب العراق بأنه تسلم صنفا مختلفا عما هو موجود بالكشف، فما كان على الدكتور ألا أنه يتصل بالمسؤولين الفرنسيين وأخبرهم بالخطأ، ليعودوا الاتصال عليه بعد 3 أيام ويبلغوه أنهم جهزوا الكمية والنوع المطلوبين، إلا أنه يجب عليه الحضور بنفسه لفحصها ووضع الشمع الأحمر على الشحنات بعد التأكد من صلاحيتها. وما كانت تلك الرسالة إلا استدراج لسفر الدكتور خارج العراق. على الجانب الآخر، كان الموساد يجهز لضربة أخرى أكثر حدة يقضى بها على نوايا العراق النووية، وهي التخلص من العالم الدكتور يحيى المشد. ونظرا لأن المعلومات كانت شديدة السرية، إلا أنهم وجدوا أحد العلماء العراقيين ويدعى بطرس بن حليم، كان هو الوحيد الذي أفصح عن مكان سكنه، فكان حليم على علاقة فاترة مع زوجته ولم يكن لديهم أولاد، فأرسلوا لزوجته عميلة تدعى جاكلين، حيث تعرفت عليها بأنها بائعة عطور وأخذت تسترسل معها لمعرفة أحوالها مع زوجها حليم، وبذلك أصبحوا أصدقاء لهم بعد أن تعرف حليم على العميل الآخر دونوفان الذي سهل له لقاء مع فتاة تدعى مارا كلود ماغال، وأعطى لحليم مبلغ $1000 لينال ثقته ويشتري هدية لزوجته، وبدأ باستدراج حليم لمعرفة كيف سترد العراق عندما تعرض فرنسا استبدال المادة المخصبة بمادة أخرى تسمى الكراميل. وأخبره حليم بأن العراق يريد اليورانيوم المخصب، وأن الدكتور يحيى المشد العالم المصري سيصل باريس خلال أيام. فحصل الموساد على المعلومة التي ستنهي كل المشاكل، وأعطى لحليم مبلغ $8000. أصر الموساد على ترتيب جلسة عشاء، تجمع حليم بالدكتور المشد ويشاركهم دونفان بالصدفة، الذي عرفه حليم للمشد الذي كان حذرا بطبعه ولم يرد لا بعبارة ترحيب مقتضبة، وفشل في استدراج المشد لأي معلومة تفيد موضوع الكراميل. فالسابع من يونيو عام 1980 عاد المشد مرة أخرى إلى فرنسا، وكان الموساد اعترض تلكسات تفيد بمكان نزوله في الغرفة 9041 في فندق ميريدين، مما سهل عليهم وضع أجهزة تنصة قبل وصوله. فقرر الموساد الاتصال مباشرة بالدكتور المشد، حيث قرروا إذا وافق على التعاون استخدمناه، وإذا لم يوافق سنقتله. أرسلوا له ضابط يتكلم العربية، وقال إنه من سلطة تدفع نقود كثيرة للحصول على أجوبة. فرد عليه الدكتور المشد: اذهب عني أيها الكلب، وإلا أتصلت بالشرطة. وارسلوا فتاة ليل تدعى مغال إليه، إلا أنه طردها. وبعد ساعتين تسلل رجلان بهدوء إلى شقته بمفتاح خاص وقتلاه. قالت الشرطة الفرنسية أن مجرمين محترفين اقترفوا الجريمة، لكن هناك منشفة عليها أثار أحمر شفاه وجدت بأرضية المرحاض. صعقت فتاة الليل عند سماع الخبر لأن الدكتور كان حي عندما تركه، وذهبت للشرطة لأنها كانت من المشتبه فيهم لتقول بأن المشد كان غاضبا، إلا أنه بخروجها دهستها سيارة سوداء انطلقت بسرعة فائقة لتموت وتموت معها أحلام العراق مؤقتا.
رحم الله العالم الكبير الذي لن يموت داخل كل عربي.